عودة إلى 10 الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا ما زال الحديث مستمر عن استعدادات الأهلي لمغلقات الترجي التونسي في مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومنورنا دلوقتي عشان نتكلم معاه في كل التفاصيل كابتن محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا كريم، منورنا. الله يبارك فيك. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ بس والله الحمد لله، يا رب تكون دايما في أحسن صحة وأحسن إن شاء الله جميعا. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله نبتدي بقى من النقطة دي، عشان هي النقطة دي اللي أصبحت هي حديث المدينة في الفترة الأخيرة. مسألة لقاء الأهلي والترجي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب، واللي الحقيقة كتير من الناس بيعتبروا إن الماتشين دول يعتبروا يعني نهائي مبكر. مبكر صحيح، مش كده برضه حضرتك؟ صحيح. متفق مع الرؤية؟ لا متفق طبعا إن هو بيعتبر نهائي مبكر، لأن دايما في بطولات أفريقيا على مدار ال 20 سنة اللي فاتت الأهلي والترجي ديربي. يعني هنقول إن في خلال السنين اللي فاتت كلها ملاقات الاهلي والترجي كان 20 مره. يعني 8 الاهلي كسب، 8 تعادلوا، 4 كسب الترجي. فالمباراه ديربي، يعني سواء في رادس بقى، سواء في استاد القاهره، الموضوع مش فارق مع الفرقتين خالص، لان يعني كم مره النادي الاهلي خدها من هناك من رادس. صحيح. وكم مره هنا في 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 استاد القاهره كان ند جامد جدا الترجي للنادي الاهلي في كل الحالات. فالمباراه مش سهله، والمباراه لابد ان احنا نحترم هذا الخصم، لان مش عايزين نقول خصم عشان الخصم دي انا ما بحبهاش في الرياضه. المنافس. المنافس، وهو جدير بالاحترام. هو جدير، بيؤكد على هذا الامر. طيب بالظبط، يعني هو لما يوصل 20 مره قدام النادي الاهلي في النهائيات، يعني ده جدير بالاحترام ولازم نحترمه. اي فريق بقى يوصل في هذه المكانه قدام النادي الاهلي في النصف النهائي او في النهائي، لابد ان النادي الاهلي بيحترمه احترام شديد جدا، بياخد عنه المعلومات اللازمه لخوض هذه المباراه. وخاصة الترجي اللي بنعتبره هو نفسه عاوز يبقى يعوض اللي فاته مع النادي الاهلي. طبعا. وانا بعتبر النادي الاهلي زي ما هو في الدوري المصري، كل فرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي بتبقى بتعد العده عشان تكسب النادي الاهلي. كل لعيب في مصر عاوز ينال شرف وشرف الالتحاق في صفوف النادي الاهلي، فبيلعب ويطلع كل ما عنده قدام النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يبقى عينه عليه ويختاره يجيبه لصفوف النادي الاهلي. فالنادي الاهلي يعني في مشكله كبيره، سواء افريقيا او محليا. يعني محليا مش فارق مع النادي الاهلي قدامه الزمالك او ولا المنيا، مع احترامي للمنيا، فريق صغير او فريق كبير بيلعب على البطوله، هو كله بيجي قصاد الاهلي ويحجر جامد. ايوه، ما هو كل واحد بيطلع كل امكانياته قدام النادي الاهلي. صحيح. كل مدرب عاوز يثبت امكانياته قدام النادي الاهلي، وبالذات فرق شمال افريقيا بصفه خاصه وعبر التاريخ. يعني دايما بتلاقي فعلا اي ماتش جزائر تونس المغرب، لا يعني ماتشاته مع اي بلد في الدنيا او اي فريق في الدنيا كوم، وقدام النادي الاهلي تلاقيهم دايما كوم تاني. يعني لو بصيت على الـ على الـ على مشوار النادي الاهلي كله، هتلاقي يعني شكل المباراه مع بلد افريقيه. احنا كلنا في افريقيا طبعا. أنا مش عايزين نقول بلد افريقيه يعني من قاره ثانيه، لا من تحت. غير شمال افريقيا خالص، يعني بيبقى الشكل مش زي بعضه خالص. لان شمال افريقيا دايما هم مدرستين مختلفتين بالظبط، لان اعدادهم كله بيبقى في اوروبا، هم قريبين من اوروبا فوق طبعا، بيعملوا اعداداتهم كلها. معظم لعيبتهم محترفين كمان، ومعظم لعيبتهم محترفين في اوروبا. صحيح. فالمستوى بيبقى عالي جدا، ومعروف ان الجزائر والمغرب وتونس كل دول يعني بينالوا الحظ في كاس العالم على طول. هتلاقي يعني لو ما لقيتش تونس تلاقي الجزائر، تلاقي لا المغرب. مش بس بيتواجدوا، لا وبيعملوا شغل حلو كمان. طبعا. ما انا بقول لحضرتك يعني برضه هم يعني مروجين لعيبتهم، لان لعيبتهم اغلب لعيبتهم في انديه وانديه محترمه جدا طبعا، سواء في الدوري الفرنسي او الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني. فالمستوى هناك
في شمال افريقيا بيبقى مستوى عالي جدا، مستوى حتى المدربين في 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 شغلهم مستوى عالي جدا. فطبعا لابد من احترام هذا المنافس، واكيد يعني وعندنا اداره محترمه جدا، مدير كوره سيد عبد الحفيظ بيعجبني تصريحاته جدا، ما هوش مبالغ في تصريحاته، متزن جدا، بيشيد دايما بالمنافس اللي قدامه، وبيدي اهتمام للمنافس اللي قدامه عشان لما يجي يقابله يقدر ان هو يجاريه ويقدر ان هو يطلع بالهدف من المباراه. كنا بنتكلم امبارح انا وواحد ضيوف البرنامج الكرام في تفصيله ان الاهلي رايح يلعب الماتش ده وهو ثالث العالم في كاس العالم للانديه وواخد كاس السوبر والامم الافريقيه التاسعه، يعني الالقاب دي كلها والوضع ده كله بيزود من ثقل النادي الاهلي بطبيعه الحال، لكن هل ده شيء مطمئن ولا ممكن ما يبقاش مطمئن قوي من منطلق ان كل اللي انا بقوله ده ممكن يستفز جدا الفريق المنافس، وده منطقي الى حد كبير عايزين يثبتوا نفسهم؟ مش اول مره ده يصعب الماموريه علينا. هو يصعب الماموريه لو اللعيبه دي او النادي ده اللي هو النادي الاهلي اول مره ياخد بطوله افريقيا، اول مره ياخد بطوله السوبر، اول مره يروح كاس العالم للانديه، لكن راح قبل كده كتير. النادي الاهلي بيطلع من بطوله بيقفل الصفحه بتاعتها بيخش في البطوله اللي بعديها. بالعكس انا بقول ان النادي الاهلي لما يبقى رايح بهذا المنظر وبهذه البطولات اللي شالها قبل ما يروح يقابل الترجي ده يروح وهو كله ثقه انه لابد ان هو يرجع بالفوز، مش ان هو يروح يبقى فارد صدره وانا بطل العالم وما يقديش في الملعب. لا، الكلام ده مش في النادي الاهلي خالص، وده احنا شفناه على مر السنين اللي فاتت. يعني احنا يعني انا بتكلم مثلا في 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 عمر انا لعبته في النادي الاهلي 10 سنين، خدنا سبع دوري، ستة كاس، خمسة افريقيا، يعني في 10 سنين 13 بطوله. غيري في 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 سنوات اقل خدوا 22 بطوله. مانويل جوزيه كانوا معاه اللي بتاع الجيل اللي كان معاه ابو تريكا وبركات واللعيبه اللي كانت مع ابو تريكا، يعني كلهم دخلوا في 22 بطوله. وحتى على صعيد المدربين يعني كيتسو موسيماني لغايه دلوقتي حقق مع النادي الاهلي 4 بطولات وبينافس في الموسم ده تقريبا في كل البطولات المتاحه. بالزبط. وبالمناسبه ليه برغم كده يعني بقينا نسمع في الفتره الاخيره في شويه تحفظات او انتقادات بتوجه لكيتسو موسيماني من منطلق ان لوحظ في الفتره الاخيره ان الاهلي مش بيسجل في الشوط الاول وانه غالبا ما بيحسم الامور في الشوط الثاني ويمكن مع نهاياته كمان؟ هو يعني احنا بنعيش في ظروف غير طبيعيه في بقالنا سنتين او ثلاث سنين بنعيش في ظروف غير طبيعيه. موسيماني يعني معذور جدا ان هو كل مباراه بيبقى في ناس بعيده، كل مباراه في ناس مصابه، ده غير المصابين اللي بعدوا فتره طويله. معلول يعني رجوعه برده ده حاجه كويسه جدا، كان زي علي كان بعيد. محمد هاني برده قفشه يا ربنا ان شاء الله يكرمهم ويبقوا موجودين في المباراه بتاعت يوم السبت ان شاء الله. فيعني كون ان يبقى في 5-6 كل مباراه بيتغيروا لاسباب كورونا، لاسباب اصابات، لغيابات، ده برضه بيجي على حساب الاداء والمستوى. هو بالمناسبه التفصيله دي برضه كابتن عامر، يعني الى اي درجه كان موسيماني موفق في التعامل مع بند الغيابات الكتير اللي عانى منها الفريق في الفتره الاخيره، وبرضه فيما يتعلق بمساله تدوير اللعيبه؟ ايوه، لا هو بصراحه يعني اللي ما دايما بيقول لك الشجره المثمره هي الناس بتحذفها بالطوب. هو ماشي كويس وعامل روتيشن مع اللعيبه بشكل كبير جدا. اللعيبه اللي اعيروها بره ورجعت، اكرم توفيق على ناصر ماهر، على يعني كلهم، محمد شريف النهارده هم اعمده اساسيه في 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 في, في الفريق طبعاً. يعني عندنا يعني ناصر ماهر من اللعيبه، يعني انا بقول لحضرتك اهوت وافتكر الكلام دوت، لو اتحط مكان قفشه واتساب في الملعب
اربع خمس ماتشات هتشوف ناصر ماهر ده بيعمل ايه. ناصر ماهر عنده امكانيات رهيبه، انا عارفه لان هو ده ابني من اولادي، لان انا كنت ماسك رئيس قطاع الناشئين في 2011، ف انا عارف كويس، فده من اللعيبه الهايله. فهو بيعمل روتيشن، ناصر ماهر بياخد على فترات، اكرم توفيق بياخد على فترات، وعندك اكرم توفيق بيستخدمه في كام مركز. ما هو برضه هنا موسيماني من الحاجات اللي مساعداه ان هو عنده لعيبه بتلعب في اكتر من مركز في الملعب. بس في نفس الوقت برضه كابتن عامر، مش بتبقى المهمه صعبه شويه لما يكون في تدوير كتير نتيجه ان ده الامر الواقع وفي غيابات؟ ما هو هيعمل ايه؟ لا انا قصدي اقول لك ان ده مش بيأثر على الهارموني اللي ما بين اللعيبه. بيأثر اكيد 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 بيأثر، والناس بتهاجم موسيماني في بعض المباريات ان المباراه مفيش اداء جيد، مفيش اداء حلو، ما بنستمتعش بالاداء. ما هو ده بسبب ان اللي بيأثر على الانسجام والهارموني بين اللعيبه والربط بين اللعيبه، ان انت اللعيب ما بيلعبش جنب اللعيب 10 ماتشات ورا بعض. صحيح. يعني يا دوب ماتشين وتلاقي اللعيب واحد منهم طبعا فلت باصابه بمرض كده، دخل معاه لعيب تاني على بال ما بالرغم ان هم طبعا بيتمرنوا على حاجه واحده، وكل واحد كل لعيب بينزل يكمل اللي بيأديه زميله. بس برضه بيبقى في كيمياء كده بين اللعيبه، بتلاقي ان في وان تو هات كده معينه بين لعيبه معينه، فيه. ده بنفقده بطبيعه الحال. لا هو فيه، يعني لما بتشوف في حالات كتيره قوي محمد شريف ده ان تايم وهو بيتحرك بتلاقي قفشه حاططها له في طبعًا. خاصه ان محمد شريف سريع وبيحب المساحات اللي بتحط له الكره، بتحط له في مساحات وقفشه من الناس اللي بيعرف يخلق المساحات دي. وقفشه بيعرف يخلق المساحات لانه دايما دماغه فوق، ما بيمسك الكوره او بيحط رجله على الكوره بيبقى كشف الملعب وعارف هو مسبقا طبعًا. كمان يعني قبل الكوره وهي جايه له بيبقى عارف شريف فين حته وهيجري فين. طبعا صلاح محسن لو التايمنج يعني بيبقى دايما ما هو التايم بالثانية ما هم يعني. مهم جدا التايمنج ده، لان هو بيحطها في التايم المظبوط. صحيح. بحيث ان اللعيب يبقى رايح بوشه والمدافع بيبقى على بال ما يلف يكون اللعيب راح وبيجيب الهدف. ففي ربط بين اللعيبه وبعضها في الملعب كتيره قوي، يعني خاصه قفشه والخط الامامي. الى اي درجه من المهم ان احنا نحسم الامر من ماتش الذهاب وفي قلب ملعب رادس؟ فكرك هتتحسم من هناك ولا هنضطر برضو نستنى وحاطين ايدينا على قلوبنا؟ ان شاء الله هنحسمه من هناك، لان هم عاوزين يحسموا الامر. وطبيعي. المباراه هتبقى مفتوحه. يعني مفيش حد هيبقى متحفظ. وان كان بقول ان موسيماني ممكن يبقى فيه ثلاثه في نص الملعب يأمنوا بشكل كبير، او بيلعب بالطريقه اللي هو بيلعبها انه يبقى في ديفندرين ومن قدامهم قفشه ومن قدامهم الثلاثه اللي بيلعبوا قدام. طب ليه ما يحصلش العكس؟ ليه ما نتفرجش كلنا وخصوصا على شوط اول الفرقتين فيه مقفلين ومتربسين وجايبين ظروفها تحسبا وده هيحصل؟ اختراق مش متوقع. ده هيحصل لان الفرقتين ده ديربي، والفرقتين كل واحد عاوز يجس نبض الثاني، وده هيحصل في خاصه ممكن في الثلث ساعه الاولانيه 25 دقيقه الاولانيه ان محدش هيجازف خالص وهيبقى كله محرص. لكن انا شايف ان احنا هنقدر ان احنا نخطف جول او اتنين في الماتش ده. هو الخوف لو العكس اللي حصل، لو هم اللي عرفوا يخطفوا جول وخصوصا في الشوط الاول، وارد. وبعدين شمال افريقيا زي ما حضرتك ادرى مني اكيد مليون مره، لما بيجيبوا جول بيرقدوا عليه وبيقفلوا الدنيا تمام. وارد. بس الترجي مش هو الترجي بتاع زمان. يعني لو هتخش على صفحه الترجي هتلاقي انهم بينادوا انهم يجيبوا لعيبه، خمسه لعيبه ولا سته لعيبه، عايزين يدعموا كل صفوفهم بلعيبه اجانب ولعيبه في المنتخب التونسي بتلعب في فرق اخرى، ويعني ما هوش مش هو الترجي بتاع زمان. لكن هم كمان عندهم الكعبله في اللي حصلت من حوالي اسبوعين لما عندهم خمس لعيبه، برضو كنا بنتكلم تقريبا امبارح في النقطه دي، ان عندهم خمس لعيبه ثلاثه منهم جزائريين، يعني عملوا مشكله في الفتره الاخيره وبلبله كده. احنا عايزين خلي بالك يا اما نظبط عقودنا يا اما نفسخها. ودلوقتي خلي بالك عشان عندهم مستحضرات متاخره، ممكن تكون يعني. دي زي الحرب النفسيه،
ممكن ما اصلا الموضوع ده ملوش اي اساس فعلا ممكن عشان انت ده تقول ده الفرقه مفككه ده الفرقه مش عارف ايه تبقى انت مهيئ ان انت رايح على فرقه تعبانه وتلاقيهم واقفين على حيلهم ويكسبوه. الله يعني الخطه مش بس بتبقى محطوطه للملعب. لا لا ده لا ابدا شغل عالي يا كابتن. خلي بالك ده يعني ده يعني برضو الانديه دي عارفه الانديه دي انديه بطوله ما همش يعني لو حصل عندنا ممكن يحصل عندنا هنا في النادي الاهلي الكلام ده؟ لا طبعا مش هيحصل لان طبعا سيد عبد الحفيظ اداره النادي الاهلي الخطيب مجلس الاداره هيبقى يعني عنده هيفطن لهذا الامر ولازم يبقى كل واحد ماخد مستحقاته واللعيبه عندها راحه نفسيه انها تؤدي بحيث انها ترجع بالبطوله. والحقيقه دي من عناصر القوه في اداره النادي الاهلي لكافه الامور المتعلقه بالفريق الاول. انا بس هستاذن حضرتك انا اسف للمقاطعه بس قالوا لي لازم نطلع فاصل حالا ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع كابتن عامر اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد عوده لضيفنا الجميل كابتن محمد عامر نجم النادي الاهلي السابق اللي بنتكلم معاه في تفاصيل كتير متعلقه بالنادي الاهلي وبصفه خاصه اكيد بنتك حبتين في كلامنا عن ماتش الترجي ماتشين بقى الذهاب والاياب. كنا بنتكلم من شويه مع كابتن عامر عن فكره الوان تو والكيمياء اللي بتكون متحققه في كتير من الاحيان ما بين اللعيبه واتكلمنا حتى على قفشه ومحمد شريف وفرصه برضو زملاء مجهزين هدف جميل اللي كان العامل فيه اسيست رائع الحقيقه قفشه وكالعاده قدرته على انه يخلق يعني مساحات وزي ما حضرتك بتقول انه فعلا كشف الملعب احنا شايفين اهو ده في ماتش المحله. ايوه يعني الحاجات دي بتفرق كتير. هو خلي بالك بيبقى في ربط يعني الكره لما بتيجي عند قفشه بيبقى في ربط بين خلاص يبقى معروف ان محمد شريف هيجري فين. الحاجات دي يعني ما بيعملوها في الماتش اكيد بيتعمل في التمرين يعني كل ده كان في بيبقى في شغل تخصصي في الثلث الاخير خاصة مع نص الملعب والثلاثة اللي قدام. هو بالمناسبة كابتن عامر هو أي تمريرة أي كورة إحنا بنشوفها من أي فريق أنا مش بتكلم عن النادي الأهلي بتكلم من حيث المبدأ بيكون كلها متدربين عليها ولا برضه بيكون في مساحات لحاجة تستجد يعني ثغرة كده تتوجد في كسر من الثانية في ابتكار بقى في الملعب يعني دايما في مساحة للنوع ده من الأمور. أنت بتشتغل بتعمل شغل عام بتشتغله لما الكوره بتروح ناحيه اليمين الباك رايت بيفتح على الخط او بيحطها للهاف رايت يخش له من جوه يكون طالع واحد من تحت في المساحه الفاضيه بيحطها له الشغل ده لو هو اتيحت له الفرصه انه يتعمل بيتعمل وعايزه سرعه رد فعل رهيبه لا بيتعمل لو هو حتى الفرقه الثانيه عارف انت هتعمل كده وعملت بشكل سريع يعني في شيء من السرعه شويه هتخترق وهتشتغل شغلك. لكن ممكن الكوره مثلا رايحه ناحيه اليمين والخصم قفل كده بالصليقه كده وفتح لك جوه انت عندك بقى انت شخصيتك انت تشتغل في الملعب الرؤيه بتاعتك انت تشتغل بدل ما تطلع على بره وكان المدرب قال لك تطلع على بره طب هو قفل عليك من بره مش مساعده وفتح لك جوه خش على جوه واشتغل وادي قرارك. اللعيب بتاع لعيب النادي الاهلي خاصه بيبقى لعيب عنده شخصيه يعني عنده شخصيه يعني عنده حسن القرار يعني بياخد القرار في ان تايم بياخد القرار في وقته مش محتاج حد يقول له شوط مش محتاج حد يقول له عدي يبقى شخصيه ورؤيه كمان طبقا للمستجدات اللي موجوده في الرؤيه اللي حضرتك بتقولها دي الرؤيه دي مهمه جدا ان هو يبقى مش كله حفظ طب ما هو حفظت وينزلوا يسمعوا وكده مش هينفع كده ايوه كمان مش هينفع. عايز انا اقطع حضرتك برضو عند تفصيله الحقيقه كانت ملفته جدا للنظر لان ليها الكثير والكثير من الانعكاسات الطيبه على اللعيبه وحتى على الجماهير. تمام. فكره ترقص الكابتن محمود الخطيب لبعثات النادي الاهلي كما راينا في العديد من الرحلات الخارجيه في الفتره الاخيره وانعكاساتها الايجابيه على الاداء وعلى الطمانه سواء للعيبه في الملعب او زي حالتنا للمشاهدين عبر الشاشات. وطبعا كل احترامنا لكل اعضاء مجلس اداره، يعني انا عاوز خاصه في المباريات الحساسه اللي هي المصيريه اللي هي بتاخد بيها بطوله كل مجلس اداره يروح. خاصه
يعني انا زيك مبسوط جدا بشوف كابتن محمود الخطيب في بيرقص كل البعثات طبعا. ودي حتى هو لما بيجي يقعد معاهم خلي بالك وعاد محمود الخطيب مع اللعيبه قليل، لكن لما بيقعد معاهم بيحسوا انه فعلا قاعدين مع لعيب كوره حاسس باحساسهم بيشد من ازرهم بيطلع الدوافع اللي عندهم بشكل هو جربه، اصل هو خاض بطولات كتيره جدا طبعا. وخاصه البطوله الاولانيه اللي هي بطوله 82 اول بطوله افريقيه دخلت النادي الاهلي. فطبعا احساس اللعيب فقد الشيء لا يعطيه أكيد. اللعيب لما لما يحس بلعيب زيه وينصحه ويديله النصايح دي لا واحنا مش بنتكلم على اي لعيب، احنا بنتكلم على ظاهره كرويه لا. ومدرسه لا فنيه لا ماشيه على رجلين ما شاء الله ما يعني وكابتن النتيجه النهائيه للمشاعر الحلوه المتبادله دي اللقطه العبقريه اللي كلنا شفناها واللعيبه وهم بيلبسوه انا ما استنيتش انا بعت له رساله في ساعتها والله بعد المشهد ده بعد المشهد ده انا 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 دمعت طبعا والله دمعت فعلا لقطه رائعة. يعني معبره بشيء لا تتخيله غير مسبوقه لا ما حصلتش. لا وبعدين وحضرتك برضو شايف اللعيبه هم بيعملوا كده انت شايف ولامس بنفسك ان ده بيحصل بحب يعني مش مثلا ايه لا فرض ولا ده شو يخلي كل بحب. الناس خلي الناس كلها تقول النادي ده لازم ياخد كل البطولات طبعا. ما هو الحب ده مهم جدا طبعا. مهم جدا طبعا. فكون ان هم الراجل دوت يعني شوف حاجه يعني عظيمه انا متاكد ان هو بيعيط يعني حاجه متاكد حاجة ان هو بيدمع يعني ده الناس كلها دمعت هو كابتن الله انا قلت له يعني برغم ثباته الانفعالي اللي هو مشهور بيه بس دي لقطه فعلا انسانيه ما قلتوش مبروك على الكاس انا قلت له مبروك حب اللعيبه فيك طبعا والله صحيح يعني قال لي الحمد لله والشكر لله وبتاع وسلم عليا ويعني بصراحه انا ببقى فرحان لان ده زميل طبعا وانا بتمنى له النجاح وبتمنى له التوفيق دايما محمود الخطيب. طيب نرجع بقى مره ثانيه برضه بعد اذن حضرتك لماتش الترجي، وهل تتوقع ان هيكون في اختلاف في طريقه اللعب نظرا لطبيعه الخصم ولا الاهلي هيلعب يعني بالشكل اللي احنا شفناه عليه في اخر كام ماتش؟ لا انا شايف ان هو مش هيغير لكن هيبقى في شيء من السرعات يعني ممكن يبقى موجود صلاح محسن، ممكن يبقى موجود محمد شريف، ممكن يبقى موجود انا في الخط الامامي الطاهر محمد طاهر لان ديفنسهم عنده بطء شويه من تحتيهم هيبقى قفشه عشان برضو الرؤيه واستغلال المساحات ورا الديفنس، لكن ممكن ان احنا يبقى عندنا حرص شويه لانهم عندهم دايما بيلعبوا على الاطراف كويس جدا. ما دي نقطه بقى كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيها مش تحديدا نقطه اللعب على الاطراف، انا بشكل عام اللي ممكن حضرتك تكون قلقان منه هو ده يعني احنا لازم الاسلحه يعني لازم اللي هيستخدمها الترجي. بص لازم اي كرات عرضيه على اي فريق على اي فريق النادي الاهلي الترجي البرازيل بتبقى صعبه جدا لان الفيرود بيبقى رايح بوشه والديفنس بيبقى راجع بظهره فبتبقى صعبه على الـ على الـ على, الـ على المدافع اكتر ما هي سهله على المهاجم. وهم بيلعبوا على الاطراف كويس جدا، بيلعبوا الاوفرات دي بتبقى عندهم بشكل جيد. احنا لازم نوقف من بدري الاوفرات دي ما تتعملش. طب لو لاي سبب من الاسباب يعني ونتمنى ان ده ما يحصلش، بس لو افترضنا ان جاهزيه قفشه لم تكتمل قبل لقاء الذهاب، تعتقد مين اللي هيلعب مكانه في المركز ده ولا هنلجا لتقفيل خط النص اكتر؟ ناصر ماهر. انا بقول ناصر ماهر لو هو يعني خايف من ناصر ماهر على انه هو يعني مش خبره زي السوليه، ممكن يبقى اليو ديانج وحمدي فتحي لو كان حمدي فتحي سليم يلعبوا من قدامهم السوليه برضو عنده رؤيه وعنده سرعه القرار وشويت والكلام ده كله، لكن حمدي فتحي سليم يعني الحمد لله حمدي فتحي ممكن يلعب مع اليو ديانج في نص الملعب
كديفندرين ديفندرين من قدامهم السليه مكان قفشه. لو قفشه ان شاء الله انا حاسس ان قفشه هيلعب ان شاء الله ومش هن مش احنا شفناه في لكن البديل ليه انا بقول لحضرتك هو ناصر ماهر. ناصر ماهر يعني يلعب وتطمئن ان هو هيأدي احسن من قفشه كمان ان شاء الله. يا مسهل الحال ان شاء الله بالزبط. يعني نقدر نقول لحضرتك مفيش حاجه معينه حاجه شيء بعينه قلقك قوي حاطط ايدك على قلبك من لا لا, لا خالص. انا يعني النادي الاهلي يعني انا اطمئناني بالاداره والاداره الفنيه والاداره اللي بياخدها سيد عبد الحفيظ ان هم بيعرفوا ازاي يعدوا الولاد اعداد نفسي وذهني لهذه المباراه لان اللي هيكسب من مباراه الاهلي والترجي هو اللي هياخد الكاس. احنا زي ما قلنا كده ان ده نهائي مبكر. يا مسهل الحال وان شاء الله العشره يا كابتن عابد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله وهاجي لك هنا تنورنا في البيئه يا كريم ان شاء الله رب العالمين. كنا هوندي بقى معانا طبعا ده احنا بنستنى الجمله بتاعتها بتاعت صباح النصر بقالنا فتره ما قلناهاش ان شاء الله نقولها على القريب ان شاء الله نبتدي مع حضراتكم يوم الاحد باذن الرحمن ان عشنا وكلنا عمر بجمله نهاوندي الشهيره جمله صباح النصر ربنا يصحح الحال. انا شاكر لحضرتك جدا جدا نورتنا واسعدتنا بوجودك كالعاده وان شاء الله نلتقي مع حضرتك مرات ومرات على خير ان شاء الله. هستاذن حضراتكم ونطلع فاصل سريع ونرجع عشان نكمل معاكم بقى اخر فقره في حلقتنا النهارده. اتفضل.